مرحبا، وان شاء الله نجدد مع بعضنا اللقاء. جيتوا تفرجتوا في رمضان وراكم رجعتوا اليوم، مرحبا بكم، فرحانين برشا كنكم تتدموا وتعملوا جو وتشيخوا. اسمها جمعيه العين بتبلبو، جمعيه العين بتبلبو هذه تلقت وتاسست سنه 2011. كانت تتذكروا عملت ربيع الطفوله وعملت تبلبو تهري تراثها مع مجموعه طيبه كانت سبقونا هنا وتو خذينا المشعل. المجموعه الثانيه انطلقت من 2019 بدت في المدارس كيف المجموعه الاولى. ما ننسوش دادا اخر نشاط قمنا به مهرجان نجمة الرايس اللي باش تكون هذايا اليوم الختامي للمهرجان. المهرجان اليوم باش يكون معرض لملحمة العروش من انتاج مركز الفنون الدرامية والربحية بجابس من اخراج الفنان والممثل القدير صالح جدي. ربي بعت البليوم نتاعي لينا وعليكم اللي ماتوا في الببرات وفي عكاس، الله يرحمنا ويرحمهم. تشري زراد، تشري ضربات، تربيع، 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 مويا، تشري زراد. زراد شنو يا وليد؟ باللي تشري ضربة. لا لي شاري ولا لي بايع. وباللي تسمي بيعنا. اللهم اللي غرب البيت تصف مخهم في اللنطة. الأمطار ما صبتش. عين السلام المليانة، شاحن. مرحبا ربي، مرحبا ربي. وقت اشتد الصراع في جابس بالعروش وتحولت الطرقات المرتع للقطاع والوحوش، بعث لهم البي خيرة الرجال باش يهدي الأوضاع وجمع الضرائب والأموال، وكان على رأسهم علي بن خليفة النفاتي. من أنذر فقد أعذر، هذا مصير اللي خالف سيدنا البي وما يدفعش عليه الخزنة المملكة. سيدنا محمد الصادق بي ملك تونس ومن عليها. يحيى سيدنا البي، يحيى سيدنا البي، يحيى سيدنا البي. ومش موافقين على رجوع علي بن خليفة للحكم في جبس، ابعثوا لهم الجند وأدبوهم كل سلامة. علي بن خليفة مازال يحتفظ بمكانة مميزة عند كثير من أهل جبس. تو ما عندناش حل غير ان نجمعوا الضرائب ونعمموها. فيس فيس يا فيس، عصور حشفراك سنين ما شفتكش. بعت لك الف مره باش نقابلك يا فيس وما رديتيش خبر. نعلمكم اللي سيدنا البي قرر ارجاع لي بن خليفه الحكم جابس. لا حول ولا قوه الا بالله، ملنا نهار ازرق. سياسه البي عندكم اعتراض؟ اعترضوا على حكم البي، لوجوا على الراس الكبيرة وانتم ما شديتوا كان في الحوتات الصغار. والله والله حتى لو مر مئات عام على المعركة، علي بن خليفة هو عدونا وغريمنا. تلموا مشايخ العروش المعارضين للحكم علي بن خليفة وقرروا مواجهة عسكر البي. علي بن خليفة مانيش نشوف فيه في الاحتفال بالنصر. علي بن خليفة مهموم وحزين بعد الأحداث الدامية في هالمعركة اللي صارت عام 1869. نزاد غضب الكثير من الأهالي على سياسة البي اللي سارع بعزل علي بن خليفة لعدم التزامه بدفع ديونه المركنتية. ونعاود نقول لك يا فايزة، ما فماش قوة في الأرض باش تبعدني عليك. اللهم مش ربي هالزمانته. لا تفحيك حكيتنا وفت، مستحيل نعاود نحكي فيه الموضوع هذا مع بايا ولا امي، خاصه من تقصد ايده في حرب خلال حامه. يمشي للغابه كل يوم الفجر، يروح كان وقت الغروب.
الزوير وصلوا الفرنسيين جايين لبلادنا، عسكر فرنسا جايين لبلادنا. ما ناقصنا كان فرنسا، من خرجت لنا هذه؟ من خرجت لكم هذه؟ خرجت لكم وقت اللي انتم لاهين تحاربوا في بعضكم. هذه معركة الناس اللي تحب تونس بالحق، هذا وقت الصناديد والغيورين على وطننا، هذه بيانة منصور علي. وني خاب لا زوجي، لكن مهري لنحب جاه لفلوس، مهري تحرر بلادي نهار اللي تخرجوا المستعمر يا منصور. تعال اخرج. حوتش قلت وين علي بن خليفة؟ هو انا في مدخل السوق غادي، ما خلطتش عليه في سوق المنزل تعديت هنا طول، هذه فرصة باش نقلت له ونرتح الكل. يا أهل قابس، يا أهل الجنوب الحر، يا أهل النخوة والهمة، الآن أصبحت طاعة الباي كفرا. اليوم جاي طالب مساندتكم ليا في مواجهة الباي والفرنسيس. الكلنا معاك يا سعلي. ألي ما قدش نقاوم يا سعلي؟ أنتم تعرفوا القائد عثمان هو اللي كان على رأس العسكر، وتلقى أوامر من الباي تقضي بإنزال أشد العقوبات على المخالفين. من اللي جيت القابس سعيت باش تهدى النفوس ونقرب وجهات النظر. فريح منين ليك ولاد عمك؟ كان ولاد عمك ما تعمل فيهم هذا الكل. لأول مرة باش نقولها على الملأ، كان عندي طموح سياسي كبير، وكنت في الحقيقة نطمح المنصب البي. اي نعم، منصب البي، وعلاش لا؟ صحيح باباي ما هوش بي، صحيح جدي ما هوش بي، ولا على خطرنا بعاد على الحاضرة، ما عندناش الحق نكونوا بيات. خلينا من السلطة تو، خلونا ننسوا الأحقاد والضغائن، نتحدوا ونوحدوا كلمتنا. أشكون فيكم يقود المقاومة؟ هذه إيدي بالقرآن ممدودة لكم، تبايعوني على مقاومة فرنسا ونقودكم في معركة الحياة بشرف أو الموت دونها. راهو يا الإخوة تكونت لجنة لمقاومة الاستعمار الفرنساوي من أهالي مدينة قابس. جارة اسقط في ايامات قدام الضربات المدفعية القوية بتاع العدو الفرنساوي، لكن المقاومة والمقاومين انطلقوا في الدفاع على قابس. يا فايزة ان شاء الله فينا، انت يا عرفة قدرت والقينا. حرقت علي باباي، برع به للمقاومة، ما نجمش يخرج للحرب علشان ايده مكسوسة. هذا موقح لعطيه المنصور. هذا خبر باش يفرح منصور برشا ويخفف عليه برشا حمل هزة في قلبه. داوي تحب تغادر البلاد مع المقاومين لخروج بالزربة والمونة محضر. هاي الله وتقول الروايات اللي عدد المهاجرين وصل 120 ألف، وبين الحين والآخر يقوموا بغارة على الفرنسيس في حرب استنزاف
كبدت فرنسا خسائر كبيرة. في مطلع العام الرابع للمقاومة استشهد علي بن خليفة. مرحبا، اش تعملي هني؟ فاش نعمل هني يا عبد؟ جيت نستنى في منصور. منصور؟ لا لا يا فايزة، استني استني يا فايزة. شبي يا أحمد مربوف؟ اش فم؟ ورا منصور؟ شبي منصور مش معاك؟ منصور مات يا فايزة. مات؟ منصور استشهد في معركة شنين. اسمي بوفات يا سيخ. وانت عفامي دي قشتوا عليك. علي فليفي. فايزة. يا فايزة. اولادكم بداروا شر وحربتوهم كيف الشمر. عش راجل عش راجل ومكواها قلوم رجال مكواها. من هو؟ انا اللي اسمي متسمي، انا سبع ما يوكر في برا نسور، انا اللي شويتني في دمي، انا اللي ولدي خليت قلبه مكهول. خشيتكم فرنسا وقت اللي لاهين تغدوا في بعضكم. خشيتكم فرنسا وغدوا بستنوا اكثر من فرنسا. سي صالح جدي يعطيهم الصحة على الأرض الكبير. شكرا لك.
ماها السي توفيق جدي اللي كان مساند لنا في الحفل واللي احنا احيانا الفكره متاعها اللي قدمها في بلد. تفضل مطر الجمهور متاعنا كذلك ان شاء الله العام الجاي نقدموا حاجه مثير بحول الله في رمضان ومن بعد رمضان. اسمعوا عندنا رجاء في البحر باش نبنوا نمشوا حتى البحر شو معنا في الصيف شاف مش اعوان البيئه والبسنة والغراسه بنوا اللي هيئونا المكان يعني بارك الله فيهم. الاخت مبروكه كهيله زاد دعمتنا في سيرنا فيها في رمضان شكرا جزيلا لها. تكريم خاص يعطيك الصحه يعطيك الصحه ساعه نوائل ديانا يعطيك الصحه دعم خاص. عجبكم العرض؟ عجبكم العرض؟ شنو اللي عجبكم فيه؟ كل شيء. كل شيء يعطيكم الصحة. في الصيف ما لبش تحضروا زاد العرض آخر سنة إن شاء الله في البحر. على خير. سلام اسمي سبقت جديد. شنو البوكينة وارة دي؟ طعبوا في الشتول. شفتوا الاسم عجبك العرض صفات؟ شنو اللي عجبك فيه؟ عجبني صوتك وبيك. باهي باهي يعطيك